السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. ماذا تحتاج لكي تفتح قناة إخوتي؟ تحتاج فقط إلى إيميل يجب أن تعرف اسم هذا الإيميل. طبعا إذا كان لديك إيميل قديم أو جديد يمكنك فتح قناة. أول شيء يجب أن تفعله هو يجب عليك أن تبحث عن فكرة لقناة. طبعا الشيء الأول يجب أن تبحث عن فكرة لقناتك المستقبلية لكي تربح. إخوتي، أنا سوف أقوم بوضع العديد من الفيديوهات وأقوم بنصيحة وضع بعض النصائح، وإن شاء الله أي شخص سوف يطبق هذه النصائح سوف ينجح إن شاء الله. الشيء المهم الذي يجب أن تركز عليه هو فكرة المحتوى الذي سوف تقوم بوضعه. إخوتي، يجب عليك دراسة المحتوى الذي يناسبك أو الذي يكون سهل عليك، يعني يجب أن تكون متمكن في هذا السياق، مثلا في الطبخ للنساء، مثلا في أي شيء أو فلوج، يعني تصور أشياء أو قناة شروحات أو تعليمية. طبعا كل شخص ولديه أفكار خاصة به. إخوتي، فعليك فقط أن تركز على وضع المحتوى الخاص بك. تصور فيديو ووضعه على اليوتيوب، والمحتوى يكون خاص بك 100%، لأن اليوتيوب لا يقبل الفيديوهات الخاصة بالآخرين لأنه سوف يقوم بإنذارك. الشيء الأول سوف يقوم بإنذارك، لأن الفيديوهات للناس الآخرين أو القنوات الأخرى كلها محمية إخوتي، محمية بحقوق الطبع والنشر. المهم، أول خطوة هي يجب عليك البحث عن فكرة لقناتك، أي فكرة، يعني جيمينج، ألعاب، أي فكرة. المهم، اليوتيوب يقبل كل الأفكار، طبعا يقبل كل الفيديوهات، طبعا الفيديوهات المحترمة طبعا. وبعدها تبدأ رحلة البحث، وضع رفع الفيديوهات على القناة، وجمع 4000 ساعة طبعا، وألف مشترك. ألف مشترك يجب أن تصل إلى 1000 مشترك طبعا، و4000 ساعة، ووضع الفيديوهات بدون توقف. الشيء المهم هو في اليوتيوب أن تركز على العمل فقط، وليست تركز على الأرباح. إذا ركزت على الأرباح فلن تنجح، فسوف يكون هذا شيء صعب بالنسبة لك ويستغرق وقت طويل. بالنسبة للمحتوى، يوجد محتوى أجنبي ومحتوى عربي. طبعا المحتوى العربي أرباح قليلة به، قليلة جدا بالمقارنة مع المحتوى الأجنبي. يعني قناة أجنبية تتحدث بالإنجليزية، يعني إذا فتحت قناة بالإنجليزية وكنت تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة وسهولة سوف تنجح إخوتي، ويكون لما يكون لديك مشاهدين من أمريكا وأوروبا سوف تكون أرباح قوية جدا، لأن السي بي أم الخاص بالقنوات الأجنبية كبير جدا، يعني على كل 1000 مشاهدة من قناة الأجنبية سوف تربح $10، ولكن القناة العربية فالأرباح قليلة جدا، تتراوح من بين 0.50 سنت و$2، ليس بالكثير، ولكن أنت وحظك يمكن أن تربح. المهم، في اليوتيوب يجب عليك فقط المثابرة وعدم اليأس والعمل بجد وجهد، وكما قلت لكم الأرباح في الأخير، يعني ثمرة الأرباح تكون في الأخير. الأول الخطوة الأولى يجب عليك فتح قناة ووضع محتوى الخاص بك، طبعا تصوير فيديو، في أي فيديو، يعني أي فكرة كما قلت لكم. المهم أن تكون محترمة وغير مخالفة لسياسات اليوتيوب. المهم، كان هذا الفيديو اليوم الشرح حول اليوتيوب. سوف أضع لكم دورة للربح من اليوتيوب طبعا. أي المهم، سوف أحاول شرح كل شيء فيما يخص الربح من اليوتيوب.
أتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الفيديو. أتمنى أن تضعوا لنا لايك للفيديو واشتراك إذا لم تكن مشترك في القناة طبعا، وضع تعليق لنرد عليكم إن شاء الله. وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم.